للكابتن سيد عبد الحفيظ، ده معانا على التليفون كمان، ده كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره طبعا في النادي الاهلي. يا كابتن سيد ازي حضرتك والف مبروك. كابتن اسلام ازيك انت وكابتن شريف وكابتن داير وكابتن اسامه عرابي وكابتن اسامه عرابي ازيك يا كابتن؟ الله يخليك، مبروك يا كابتن. مبروك كابتن، مبروك. الله يبارك فيك. الله يكرمك. الحمد لله. يعني كابتن سيد، ثلاث نقاط هامه جدا استطاع النادي الاهلي بيهم ان يتصدر جدول او يتصدر مجموعته في البطوله الافريقيه. اداء جيد طوال شوطي المباراه، يعني كلمنا اكتر عن هذه المباراه. بص، طبعا هي المباراه اللي زي كده بيبقى فيها ما تحتملش غير فريق واحد وحاجه واحده بس، هي فوز. بيبقى فيها بعض الاوقات بيبقى فيها توتر، وخصوصا لو كانت النتيجه قريبه. يمكن الشوط الاولاني لو عززنا الهدف الثاني اعتقد ان ممكن الشوط الثاني كان بيبقى فيها ارتياحيه وكان فيه يبقى يعني ممكن تبقى فيه الامور احسن من كده كمان. لكن خوفك على الثلاث نقاط في حسابات المجموعه وانت بتقرب على ختامها وبتقرب على نهايتها كان بالنسبه لنا وبالنسبه لاي فريق في العالم يعني بيبقى حريص جدا انه ينهي المباراه بالشكل ده. يعني الحمد لله طبعا على كل شيء. يعني انا عايز اقول برضه ان هي مباراه في منتهى الاهميه في الصراع الثلاثي ما بين الاهلي والنجم والهلال، لكن بمجرد ما ركبنا الاتوبيس اعتقد ان الامر بالنسبه للنجم بالنسبه لنا او بالنسبه لنا احنا تحديدا مش النجم يعني انتهى واتقفل تماما، لان احنا عندنا مباراه مصيريه. يعني ان شاء الله الرحمن باذن الله ناخد فيها اللي احنا عايزينه ونرجع بالنقط اللي احنا عايزينها باذن الله عشان نقدر ان احنا نبقى مكملين في البطوله باذن الله. الثلث ساعه الاولى والقلق اللي كان واضح على اللاعبين يا كابتن سيد، ده وضع طبيعي. طبيعي يعني وضع طبيعي. يعني انت بتتكلم في حسابات مجموعه كانت غريبه شويه، يعني متهيألي المجموعه الوحيده في الاربعه اللي حساباتها بالشكل ده، يعني حساباتها شكل ماشيه بالشكل دوت. يعني انت هتلاقي افصل على الثلاثه من هناك او الثلاث مجموعات من هناك هتلاقي متباعده، هتلاقي سبع نقاط وتسع نقاط، انت عندك 10 نقاط لحد دلوقتي ما تقدرش تحلف ان انت تتاهل. ده في انديه طلعت بسبع نقاط وثمان نقاط وصلت. يعني بقول لك انت بتتكلم في مشوارك، يعني هو اخر 10 نقاط لحد دلوقتي ما تقدرش تحلف ان انت وصلت. ايا كان بحساباتنا او غير حساباتنا، انا عندي مباراه هي المباراه الخاصه ولحد ما هو الاهم، والاهم في المشوار كله في الوقت الحالي هي مباراه الهلال السوداني. طبعا يمكن جالنا جواب امبارح من الكابتن حكم اللقاء هو رضوان جيد اللي هو كان بيحكم لقاء النهارده ما بين الاتحاد الاسماعيلي. تمام، هو حكم مغربي. اتمنى يا رب ان يبقى في المباراه بالشكل ده. عارف كويس قوي ان احنا هنلعب مباراه كبيره مع فرقه كبيره ومحترمه وفي جمهورها وفي ارضها ان شاء الله الرحمن باذن الله تبقى تخرج بالشكل اللي يليق بيه. النهارده انت قلت لي فيها باسم سمعه الناديين، انت النهارده بتتكلم على جمهور واحد من احد افضل الفقرات اللي موجوده ما تحسش بيه. يعني بيبقى هنا او هنا حتى لو في حاجات مش موثق هو فيها تمام، لكن الاخطاء اللي هي زي لعيب الكوره يعني. فان شاء الله الرحمن تكون مباراه كويسه وان شاء الله الرحمن نرجع باللي احنا عايزينه. انا هقفل الصفحه وقفلناها بعد الماتش مباشره، يعني دخلنا اللعيبه وبرسلهم وكل حاجه، لكن في النهايه عندنا المباراه هي الاهم في مشوارنا في افريقيا السنه دي، يعني هي مباراه الهلال السوداني. كابتن سيد، الناس عايزه تطمن على مجدي قفشه، هل هو في مصاب او حاجه ولا هي رؤيه فنيه؟ لا لا لا، ما فيش حاجه خالص. يعني هي رؤيه فنيه للجهاز الفني. لا ما فيش حاجه خالص. يعني متواجد في التمرين بكره عادي؟ موجود في التمرين عادي ان شاء الله. طيب، ده مهم جدا لانه طلع بعض الكلام على السوشيال ميديا. انت عارف طبعا اول لما بتلاقي حاجه زي دي بتلاقي كلام على السوشيال ميديا، فاحنا بنقطع هذا الكلام تماما ان مجدي قفشه مش مصاب وهيكون متواجد في التمرين بكره عادي. طيب كابتن سيد، استعداداتك بقى للمباراه القادمه، هل بدات تستعد؟ انا عارف ان انت مستعد قبلها بكام يوم كمان عشان السفريه القادمه مباراه الهلال. احنا عندنا تمرين بكره، وقبل التمرين هيبقى في محاضره للتاكيد على الموضوع ده والتاكيد على سيناريو النجم الساحلي يتقفل خالص، سيناريو المجموعه كله يتقفل خالص. ما عندناش غير حاجة واحدة بس هنركز فيها ونتكلم فيها وهنحضر ليها ونشتغل عليها اللي هي مباراة الهلال. بسم الله الرحمن، أنا وكابتن سمير هنسافر يوم الأربعاء إن شاء الله، والفرقة هتسافر يوم الخميس بإذن الله، وإن شاء الله الرحمن نكون موفقين بإذن الله تعالى في المباراة ونرجع بحساباتنا ونتيجتنا اللي إحنا عايزينها. أنا عارف إن أنت عارف الأجواء هناك عاملة إزاي والأمور ماشية إزاي، وفي الآخر ناديين كبيرين الحقيقة سواء النادي الأهلي أو نادي الهلال، أي حاجة هتعوق هذا الكلام يعني؟ طبعًا هم شعب واحد يعني أنت بتتكلم علاقه تاريخيه اصيله ما بين الشعبين يعني، فاحنا في بلدنا يعني اثناء اللقاء طبعا كل واحد بيهمه مصلحه فريقه يعني. لو خرج ده بامور تحكيميه مظبوطه وامور تحكيميه كويسه قوي يعني ان شاء الله ما فيش اي مشكله خالص، احنا رايحين بلدنا وهنرجع بلدنا على بلدنا. ان
ان شاء الله يا كابتن سيد. انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي.